تميز هذه المنطقة منطقة مشرية الصغرى بإقامة الوعدة أو الموسم كل سنة. هذه الوعدة تضم العائلة الكبرى يعني اللي راها تحت هذا العرش، عرش سيدي علي ولاد سيدي ولاد علي سيدي بن يحيى سيدي علي بن يحيى. هذه الفعاليات وهذا الموسم يتميز أنها من خلال أولا لم شمل العائلة الكبرى، ثانيا إطعام الطعام، ثالثا قراءة القرآن. الوعدة تاع وعدة سيدي علي بن يحيى وعدة مشرية صغيرة نبدوها بسلكة ونختمها بسلكة، وإن شاء الله يسلكنا ويسلك الجزائر من كل آفة وعاهة إن شاء الله ويبعد عليها الأشرار إن شاء الله. إحنا كل سنة نجو من وهران باش نشوفوا العائلة ونزوروا القبور ونشوفوا الأضريحة ونشوفوا العائلة كاع نتلاقاو بها ونكونوا مع بعضنا ونتلاقاو.